فنحن دارين بين الحق في وقت سكت فيه من تعلم وجلس للعلماء. امشوا دكاترة زي دكتور اسمه خالد عبد اللطيف، يمشي آخر الدنيا هناك أو أول الدنيا، غادي يمشي بلاد الحرمين ويقعد لعلماء كبار سنين، يقعد ويدرس ويدو دكتوراه عديل في الجامعة أو يتخرجوا لحد ما يصل درجة الدكتوراه، ويجي الجماعة يقولوا ده أعلم زول بالعقيدة، أعلم زول بالعقيدة، الشرك منتشر في بلده والباطل، وناس اتآلفوا مع أهل الشرك كما سيتبين إن شاء الله. هو قاعد مع الناس ذي والشباب يمشوا له العقيدة الأشعرية والمبادئ الكذي وإلى آخره، والناس الكلام. أنا مرة مشيت درس قعدت ربع ساعة ما فاهم أي شيء، وتكلم باللغة العربية كلمة إنجليزية ما جابها، ربع ساعة في الحلفاية وتكلم في كتاب التوحيد. لاحظ الموضوع، يعني مش في وصول الفقه ولا مسائل ولا المواريث ولا مسائل دارة تركيز شديد، توحيد والله ربع ساعة ما فاهم أي شيء. يقول لك لأنك أنت لم تفهم لغة العلماء، ما جينا قعدنا بسيط، ما تقول قعدنا مع العلماء يعني شخصيا، يعني قعدنا للعلماء كلام جد فيهم ناو. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلاما يفهمه القاصي والداني، والأعرابي وغيره من الناس يفهم كلامه، كلام كثير في النائج ترى العجب العجاب، غباشة حول السلفية وباطل كثير، وهم جالسون في وسط أهل الباطل وفي وسط أهل التميع. لكن السلفي بحق لا يخشى في الله لومة لائم، وإن كبر فلان وإن صغر وإن كان شرسا وإن كان بليغا وإن عليه من بأقطارها، لا يخشى في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، الله سبحانه وتعالى. خايفين على الشباب ده، في شباب استقاموا جديد طوال يخشوا في الحزبية، جابوني يجيبون لي ذاك ثلاثة طلقات يجي من مصر، ثلاثة طلقات وإلى آخره، محمد حسين يعقوب. واحد مرة ناقشني قبل 4 سنة فيه، بعد ناقشته وفيه خير الزول ناقشني ده، قال لي أنا بسمع عليه وبسبب قيد بصوم الاثنين والخميس وماشي كويس إلى آخره، ده حاجات من الدين وفيه خير. أنا قلت فيه خير، دي ما موازنات للكلام الجاي ده. بعد ناقشت وذكرت له الحجج استجاب، وده الخير هنا. بعد استجاب قال لي والله أقول لك شيء، أنا والله سمعت له 1000 محاضرة ما عرفت الاستغاثة بغير الله شرك إلا بعد جيت الخرطوم. 1000 محاضرة ما تعرف الاستغاثة بغير الله الشرك، دي دعوة حق يا ناس؟ دي دعوة الرسل؟ 1000 محاضرة رسول بيجي وجبريل أسي، بكرة الناس جد بتعرف الدعوة، كلمة واحدة بقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، موضوع خلاص. افهموا دعوة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. 1000 محاضرة ما عارف الاستغاثة بغير الله شرك، تعال لو صمت 2 وخميس وصمت يوم وفطيت يوم وقمت الليل وعملت وإلى آخره، فائدة من الدعوة دي شنو؟ والناس في بلد يعج فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنحن بنحذر الناس بالأدلة والبراهين الواضحة إن شاء الله تعالى. شباب استقمت جديد أعرف الكلام ده، الناس المنحرفين ما تخش معاهم، يعني نخش معاكم إنتوا نحن منو؟ يعني إنتوا جماعة ناس فلان عصبجية؟ لا لا ما عصبجية، سمانا ذاك براو والله ما عصبجية، عصبجي هو والله. إنتوا عصبجية يا جماعة، إنتوا كيف ما عصبجية؟ نحن ما عصبجية يا ناس، يعني قصدك منو؟ يا والله مزمل والشباب المعاو ديل، ايوه ديل يا هون، اي شباب ديل شت بيه مزمل ذاته، وابو بكر وغيره بيجوا بصلوا مع محي الدين، تعال بعد الجمعه امسك الميكروفون قول مزمل ضال، ابو بكر ضال، بيه ابي بكر وفلان ضال وفلان ضال، شوف في زول يديك بنيه والله زول ما يضربك، يقوم بالراحه مزمل امسك الميكروفون إن شاء الله 1 2 3 4 بتقع انتهى الموضوع، بفضل الله ما بفضله هو، بفكوك بتمش، لا في زول بضربك لا كده، دي في أعصابه هنا
لكن اتحداك مش مربع خمسة، خد جوا اقف قدام. طبعا ان ظاهر شايفينك ده موضوعك اصله واضح، واحد بيشتم اخواننا ديل لكن بيرد على محمد مصطفى رد كده ظريف، يقول لك محمد مصطفى والله اخطا في موضوع الصحابه، لكن خطا ده ما معناه انه بسب الصحابه، بيعذره يعني في الموضوع ده مع انه ما بيعذر بالجهل الزول ذاته. بعدين واحد صاحبه قال لي ماشي احضر محاضره واحد ولد دخل، لماذا اجيب اسمه؟ ده الوحيد اللي ما بجيب اسمه لانه ما فيه فايده، معلش مسكين وانتهى، سوى له يومين ثلاثه وانتهى. مشى قال احضر محاضرته، لما في واحد نسيب الشيخ ذاك قال له انت بتتكلم في الشيخ اطلع برا، طردوا. تكلم في الشيخ بس طردوا، مع انه هو ما بقول كلامنا في محمد مصطفى، لو بيقول كلامنا ده انا ما عارف كان يسوي ليش. هو بقول الشيخ ده ما بسب الصحابه، ده ما منهجه، لكن في دي اخطا، مش كلام جايها له شويه، كلامه باطل ذاته. بعد ده امش مسجد محمد مصطفى، اقف قول له السلام عليكم يا ناس. عليكم السلام. كلام محمد مصطفى باطل، كلامه في انه الصحابه اقتتلوا في السلطه باطل، كلامه في المركز العام باطل، تكفيره لبعض السلفيين والمسلمين باطل، كذبه الواضح باطل. وجيب البراهين، تعال امرق بكرعيك وقابلني تاني. بتمرق ولا بدقوك؟ اسالك بالله، ما بدقوك؟ والله يدقوك. العصبجيه يا تون هن ولا نحن؟ ده مقياس انا بديك له. هسي بكره تعال المسجد يوم الجمعه بعد يومين ثلاثه، تعال نبذنا تمام. كان زول دقاق تاني سمينا عصبجي، لكن امشي هناك ياخذ لك الكلام. الموضوع ده طويل جدا. طيب